هذا واجتاحت الوسوم المتعلقة بطرد السعودية السفير الكندي موقع تويتر وذلك عقب أعلان الرياض رفض ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة واكتساح المغردون في موقع تويتر واسم السعودية تطرد السفير الكندي تم استخدامه في أكثر من 350 ألف تغريدة وقد جاءت كل التغريدات منددة بما صدر عن كندا حيث أكد المغردون أن السعودية خط احمر وان على اوتاوا الاهتمام بشؤونها الداخليه وعدم التدخل فيما لا يعنيها واننا لن نقبل ابدا ان تملي عليها اي دوله ما يجب فعله وما لا يجب فعله